ياسمين السبع، مشهورة بياسمينات. عندي 33 سنة، خريجة كلية الآداب قسم علم نفس جامعة عين شمس دفعة 2004، أم البنوتين. قررت أجيب شوية خيوط وأقعد ألعب بيها في البيت. كان لسه عندي بنوتة واحدة، فعملت البنت اللي بيبي الجديدة دي، عملت لها فستان أسبوع كروشيه وعجب الناس اللي حواليا جدا، فابتدوا يطلبوا مني. وأنا صغيرة ما كانش حد يتخيل تماما إن أنا يكون عندي اهتمامات من النوع ده. أنا بكتب شعر وبكتب قصص قصيرة وبحب أغني. دراستي كانت علم نفس، حبيته جدا وتعمقت فيه وعملت فيه دبلومات كتير. أنا بجيب 22 حرف. في الحقيقة إن كلهم ما قدرتش اخرج للدنيا بيهم الا لما اتممت اتقانهم، وخصوصا اني ما خدتش ولا كورس في اي حاجه. بداوا بالكروشيه والتريكو والخياطه، وبعدين الموضوع بعد كده اتطور شويه، بقى تطريز، تطريز بانواعه 8، تطريز التلي وده التطريز الصعيدي. بشتغل شغل الابره وبعمل حرف يدويه تقليديه، وبعلم الكرافتس اللي هي الحرف البسيطة اللي بتتعمل بالحاجات المكونة بتاعة البيت. كنت بمشي في شارع الخيامية أطلب من الناس تعلمني، ما كانش حد بيقف، فكنت أتأخر في المشايين في الشارع عشان بس أسمع كلمة ليها علاقة بالخيامية. الموضوع كان مجهد قوي وكان صعب، وحتى لو سمعتها أنا مش هفهم دي مين فيهم، أنهي شكل. أنا بشتغل ديكوباج. الديكوباج ده فن تغيير شكل الأسطح. الخشب ده بقى اتعلمت أعمل نجارة بسيطة، حرقت على الخشب، فشلت مرة واثنين وثلاثة لحد ما طلعت برودكت صح. عملت بوست على فيسبوك على البيج بتاعتي، قلت للناس اللي حابب يجي يشرب معايا الشاي ونقعد نشتغل حاجة، أنا ممكن أعلمكم خيامية وممكن أعلمكم تطريز وممكن أعلمكم كروشيه. ودول أول ثلاث حرف أنا ابتديت أرسخ نفسي بيهم في الواقع. أنا قعدت سنة بعمل الكورسات دي فري تماما بدون أي مقابل. علمت في حدود ال 500 ست، وبعدين قلت طب اللي جولي دول ناس عندهم فيسبوك، طب الناس اللي ما عندهمش ده، فجيت انزل العزب والاماكن اللي هي يعني معدمه. الاول عانيت شويه بس بعد كده اتبسطت جدا من رد الفعل. رجاله الستات اللي في المناطق دي بترفض تماما ان الستات تشتغل وتساعدها، بس مع الوقت والكلام والطريقه ابتديت الناس تقتنع وابتديت اروح اعلمهم في بيوتهم. فانا رحت مثلا منطقه عين الحياه اللي هي على عين السيره، عزبه خير الله، وستيل لحد النهارده انا بشتغل فعلا في مجال تنميه المجتمع، وبقيت بقى اشتغل مع مؤسسات ليها علاقه بالمجتمع المدني. ما تستسلمش، اتعلم طول ما احنا عايشين بنتعلم، مهما كان عمرنا بنتعلم. اتعلموا، كافحوا، اشتغلوا، عمر حد ما هيقدر يكسركم.